السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وليدات، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو هذا درته خصيصا للناس اللي متبعيني هنا في الصفحه ديالي على الفيسبوك وكذلك الصفحه ديالي على انستغرام اللي هي المهدي الساوي، باش نوضح لكم مجموعه من المسائل. بمعنى اخر اننا كل درس جديد غادي نديره ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا واحد التقديم بسيط بصيغتنا اكيد وكذلك بالطريقه ديالنا الخاصه حول هذا الدرس. هذا اليوم غادي ندوي على واحد الدرس اللي هو درس مهم، اللي هو درس دراسه الدوال. هذا الدرس هذا كيلعب تقريبا واحد النسبه ديال التنقيط ديالو في الامتحان الوطني كتمشي حتى ل 55 كذلك 60%، بمعنى عنده واحد النسبه كبيره في التنقيط نهار الامتحان الوطني بحول الله. وبالتالي كل ما متريزينا هاد الكور كل ما كانت عندنا ان شاء الله واحد النسبه او لا واحد المعدل زوين نهار الامتحان الوطني. هذا من جهه. المساله اليوم اللي غندوي عليها ان شاء الله كيف ما قلت لكم هو اننا غنقدموا هذا الدرس بطريقتنا الخاصه. بمعنى اخر حنا يلاه هذه عوض ما غنبقى ندوي على المحاور الاساسيه وما غندوي على هذا الدرس كذا وكذا، غنديروا واحد الطريقه غنشرحوا بالواقع، بمعنى غنربطوا الرياضيات بالواقع وغنشوفوا هذا الشيء فين كينفعنا في الحياه الواقعيه ديالنا. غادي ناخذوا واحد لا سيتوياسيون، غادي ناخذوا واحد الحاله عامه. مثلا اذا اعتبرنا واحد الوضعيه اشكاليه، مثلا نعتبروا ان الدخول للملعب او الدخول لواحد المسرح معين ان التكلفه ديال الدخول للفرد الواحد كتساوي 20 درهم، استدير ان لو رونتري لواحد التياتر واحد لو تيران او واحد لو كومبلكس سبورتيف ان باش الدخول خاصك تخلص 20 درهم. هادشي شنو كيعني؟ هادشي لو وضحناه بواحد الخطاطه اللي هي بسيطه جدا اشنو غادي نقولوا؟ كنقولوا ان كل شخص ان بيرسون اشنو غادي يخلص؟ غيخلص 20 درهم. سي كلير؟ تري بيان. دونك الا مشينا على هذا اعتبرنا هذا السلم بحال هذا الشكل هذا، الا اعتبرنا مثلا دو بيرسون شحال خاصهم يخلصوا؟ دو بيرسون غتقول لي انهم يخلصوا 40 درهم، ياك 40 درهم. الا قلنا ثلاثه ديال الاشخاص غتقول لي انهم غادي يخلصوا 60 درهم، انسي دو سويت. الا مشيت قلت لك عطيني اكس بيرسون اشنو غادي تقول لي؟ غتقول لي اون اسوسي بيان سور 20 ملتيبلي فوا اكس، 20 ملتيبلي فوا اكس. دونك هاد من خلال هاد لا غولاسيون هادي شنو كنقولوا؟ كنقولوا اون كونسيدير واحد ليكسبرسيون ماتيماتيك سيكري سو لا فورم اف دي اكس كي تيغال ا 20 ملتيبلي فوا اكس. سيتادير ا شاك فوا انت محتاج الثمن او بيا انت باغي البري ديال واحد لو نو واحد سيغتان نومبر ديال لي بيرسون، اشنو غادير؟ غادي تستعمل هاد ليكسبرسيون هادي. مثلا انا بغيت 100 بيرسون، دونك غادي شنو غادي نقول؟ غادي نقول ان اف de 100 est égal à 2 multiplié pardon 20 multiplié fois 100. Donc had le prix hada li hi 20000 ou bien les 2000 dirhams huwa le prix ديال اش؟ le prix ديال 100 personnes li يمكن لهم يدخلوا لهاد لو كومبلكس سبورتيف ou bien هاد لو تياتر. دونك شنو كتلاحظ معايا مزيان؟ كتلاحظ معايا مزيان انه personne 2 personnes 3 personnes x personnes اشنو عندي هنايا؟ لاحظ 20 درهم هادي شنو كتساوي؟ هادي 40 درهم شنو كتساوي؟ راه كتساوي 20 ملتيبلي فوا 2 اللي عندي هنا، هادي كتساوي 20 ملتيبلي فوا 3. الا جيتي حتى لهنا اشنو غادي تلقى؟ غتلقى 20 ملتيبلي فوا اكس. دونك تلاحظ انه عندي واحد لو نومبر اللي هو فيكس اللي هو 20، وكتلاحظ عندي واحد لو نومبر اللي هو فاريابل اللي هو 2 3 اكس. سيتادير ان اشنو غادي نقول بواحد الصيغه اخرى؟ انه ايل اكزيست دو زونسومبل، لونسومبل الاولاني اشنو فيه؟ فيه لو نومبر دي بيرسون اللي بغيت، يعني 1 بيرسون 2 بيرسون 3 بيرسون، وكاين عندي واحد لوتر انسومبل شنو فيه؟ فيه لي بري، سيتادير 20 40 30 40 60 80 90. دونك كتلاحظ معايا انه كاينين دو زونسومبل، اشاك فوا كناخذ واحد ليليمون من هنايا، يعني انا بغيت 1 بيرسون دونك اون اسوسيي واحد ليليمون كاين في لونسومبل الثاني اللي هو 20. بغيتي 2 اون اسوسيي واحد ليليمون اللي كاين في لونسومبل الثاني اللي هو 40. بغيتي 3 اون اسوسيي واحد لونسومبل اللي كاين في لونسومبل الثاني اللي هو 60. دونك اشنو كتلاحظ؟ ايل اكزيست ان غولاسيون اونتر لي دو زونسومبل. هاد لا غولاسيون هادي شنو كنسميوها؟ كنسميوها لا فونكسيون اف. دونك هاد ليكسبرسيون هادي هي لوبجيكتيف ديالنا، هي اللي غادي نهضروا عليها حنايا في هاد لوكور ديالنا ان شاء الله. ولكن بيان سور الاساسي عندنا شنو هو من خلال لو تيتر؟ هو دراسه الدوال، سيتادير ليتيد دو فونكسيون. ملي كنقول ليتيد دو فونكسيون اشنو كنقصد به انا؟ باش نوضحوا هاد النقطه اللي هي اساسيه نحاولوا اولا باش نفهموا الكور قبل ما نبداو في المعطيات الرئيسيه ديالو او لا نبداو في التفاصيل، نمشيو بعدا كي نفهموا العنوان مزيان. عندنا دراسه الدوال ايتود دو فونكسيون، اشنو حنا كنقصدوا بهاد دراسه الدوال؟ نجيو نوضحوا من خلال هاد العنوان هذا نوضحوا كل حاجه على حده. ملي كنتكلم على مساله دراسه اشنو كنقصد بها؟ سيتادير ايتود بالفرنسيه كنقصد بها باللي عندنا مجموعه من الخطوات، يعني كاين عندي خطوات خاصني نتبعها، بمعنى عندي منهج مزيان هذه مساله دراسه.
ملي كنتكلم على دراسه الشيء بمعنى عندي منهجيه خاصني نتبعها، بمعنى عندي مجموعه من الخطوات المتتاليه اللي خاصني نتبعها. مزيان ملي كنتكلم على الدوال سي تادير لو فونكسيون اشنو كنقصد بها؟ كنقصد بها بكل بساطه هي التطبيق. ما فهمناش التطبيق ان شاء الله غادي يجي حتى الوقيته ديالو غنشرح لكم مزيان. من غير انها عندنا تطبيق هي علاقه، هي علاقه تربط بين مجموعتين، سي اون غولاسيون كي اسوسي دو انسامبل. مزيان دونك هذا هو الدرس ديال دراسه الدول. ملي كنقولوا دراسه الدول هذا من خلال التوضيح او من خلال اننا فككنا يعني العنوان الى مجموعه من الخطوة مجموعه من المسائل الرئيسيه. دابا غنوضحوا النقطه الاساسيه اللي هي دراسه الدول. استاذ اشنو كتقصد انت دراسه الدول فعلا؟ ملي كنقول دراسه الدول هو ان لوبجيكتيف ديالنا كتعطينا واحد ليكس اون واحد ليكسبرسيون اف متفقين كتعطانا في ليكزيرسيس لوبجيكتيف ديالنا شنو هو؟ هو اننا هاد الداله اف اننا نرسموا ليها لا كورب ديالها. متفقين كتعطينا اف الصيغه التحليليه ديالها كيكون لوبجيكتيف ديالنا هو اننا نلقاو سكون ابل لا كورب دو لا فونكسيون اف، سيتادير خاصنا نرسمو المنحنى البياني ديالها. متفقين؟ ولكن باش نرسم المنحنى، باش نرسم ويكون عندي واحد المنحنى صحيح، ما يمكنش ليا نرسم عشوائيا، وانما خاصني نتبع مجموعه من الخطوات اللي هي دوينا عليها من خلال الدراسه اللي خاصنا ان شاء الله نضبطوها مزيان باش انا نرسمو واحد المنحنى صحيح. وهاد الخطوات اللي عندنا هنايا هما لي كور اللي غنهضروا عليهم ان شاء الله من خلال الفيديوهات اللي غادي نديرو لنا في القناه ديالنا وكذلك هنا في الصفحه ديالنا على الفيسبوك ولا انستغرام. لذلك وليدات كان هذا فقط تقديم البسيط لهذا الدرس هذا، نتمنى انه تعمل فائده. الى عجبك اكيد يمكن لك تبارطاجي. وهكا وصلنا لنهايه هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله.